السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، الوحدة الرابعة وتريكات. طلبة كتير بتسأل على الوحدة الرابعة بالذات عشان خاطر هي فيها تريكات كتير، وأنا مسكتها قسمتها لكم أجزاء كده، امشي مع كل جزئية وإن شاء الله ربنا هيوفقك بإذن الله. وورق الشرح هتلاقيه عندك في صندوق الوصف، اسمع الشرح كويس واطبع الورق أو اكتب ملاحظاتك وإن شاء الله ربنا هيفتح عليك بإذن الله عز وجل. أول جزئية هنتكلم عليها الإمبيراتيف. الإمبيراتيف اللي هي الجملة الأمرية، والجملة الأمرية في المباشر يعني اللي بين الأقواس لو كانت مثبتة بتبدأ بفعل في المصدر أو always زائد المصدر. يعني مثلا على سبيل المثال لما نقول لك إيه study hard، دي جملة أمرية مثبتة في الكلام الإيه المباشر. أو نقول لك منفية هتبقى بتبدأ بdon't زائد المصدر أو never زائد المصدر، زي لما نقول لك don't come late. طيب أنا عشان خاطر نحول الجملة دهيت من المباشر ده هو لغير مباشر، بيبقى عندنا إيه؟ بيبقى عندنا واحد بيقول، وعندنا فعل قول، عندنا واحد بنقول له، وبعدين عندنا رابط. إيه الرابط اللي بنربط بيه؟ بنربط بكلمة تو أو نوت تو. يبقى عندنا إيه؟ عندنا واحد بيقول مبلغ، وعندنا فعل قول، وعندنا مخاطب، وعندنا بنربط بكلمة تو أو نوت إيه أو نوت تو. تو لو كان أمر جيد ونوت تو لو كان أمر إيه؟ مش كويس. يعني مثلا my teacher advised me، يعني معلمي نصحني to make a study plan، to make a study plan. طب افعال القول ديت اللي هي مين بقى؟ خليك معايا عايزك تحفظهم لي كويس الله يكرمك. بص، امر اوردر، امر instructed، امر commanded، طلب asked، ذكر reminded، شجع encouraged، نصح advised، توقع expected، هدد threatened، حذر warned، دعا invited، أراد wanted، أو ممكن asked يعني طلب. طيب المبلغ بقى اللي هو المخاطب ده بيبقى مفعول به، أحيانا بيبقى اسم وأحيانا بيبقى ضمير من ضمائر المفعول، اللي أنا me وهو him وهي her ونحن us وهم them وأنت أو أنتم you. طب ما تيجي كده ندي لك مثلا كده. نوها said don't leave the children alone عزة. الجملة ديت إيه؟ الجملة ديت جملة أمرية في الكلام المباشر. ليه؟ لأن لقيت أقواس. هنقول إن نوها المخاطبة أسكد عزة المبلغة هو not to leave، لان لقيت هنا don't فهنشيل don't ونحط مكانها not to، not to leave the children alone. بس خلي بالك من المعلومه ده هي عشان مهمه جدا. الفعل suggested والفعل recommended لو ما جاش بعديهم مفعول بيجي بعديهم الفعل ing، لو ما جاش بعديهم كلام لو كانوا على البلاطه كده اهو يجي بعديهم الفعل ing. نقول علي suggested spending the weekend on the farm. علي suggested اقترح spending ing اهو the weekend on the farm يعني في المزرعة. لكن يا جماعة لو جيب بعدهم زاد ثم فاعل يجيب المصدر يجيب شوت زاد المصدر. تاني لو جيب بعدهم زاد وبعدين الفاعل يجيب المصدر يجيب شوت زاد الايه شوت زاد المصدر. وممكن زاد نحطها وممكن ما نحطهاش. طب تعالوا نشوف المثال ده. رودينا suggested that I space that book. هل يا جماعة reading ولا reads ولا should read ولا can read؟ الله ينور عليك should read صح، لان احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الفعل suggested recommended. الافعال ده هم لما يجي بعدهم فاعل يعني اختار المصدر يعني اختار شوت زائد الايه يعني اختار شوت زائد المصدر. طب تعالى كده نشوف عليهم بقى ايه شويه امثله كده وربنا يفتح علينا عشان خاطر نثبتهم كويس ان شاء الله. نمبر 1 شي وارنت هير دوتر، يعني حذرت ابنتها. يبقى هنا في القائل اللي هو شي والمبلغ اللي هو هير دوتر والفعل اللي هو حذر. نير ذا كامب فاير يعني الحريق. Because it was dangerous، لأنه كان خطيرا. يبقى نمبر A not to go ولا to go ولا that she go ولا going، طبعا هتبقى not to go. نمبر 2 أحمد's father advised him، يعني أب أحمد نصحه. The front door at night، يعني عايز يقول له أن يغلق الباب الأمامي ليلا. Looking ولا that he looking ولا to look ولا for looking، طبعا هتبقى to look. لرقم سي. نمبر 3 سارز ماذر، يعني ام ساره وارنت هير، يعني حذرتها. ذا اوفن بيكوز ات واز هوت، يعني الفرن لانه كان ساخن. هل يا جماعه نوت تو تاتش ولا تاتشينج ولا تو تاتش ولا دونت تاتش؟ لا طبعا هتبقى نوت تو تاتش لان ديت امريه محوله، وعندنا هنا يا جماعه فعل القائل اللي هو ساره وفعل اللي عندنا اللي هو فعل القول اللي هو وارنت والمقول له او المبلغ اللي هو هي. نمبر 4 تشوز ذا بيست كوريكت انسر، يعني اختار الاجابه السليمه افضل اجابه فيهم. نمبر A I warned my daughter، يعني انا حذرت ابنتي. To avoid walking، ان تتجنب المشي.
in dark streets يعني في الشوارع المظلمة alone. طبعا الإجابة دي سليمة، أنا حذرت ابنتي أن تتجنب المشي في الشوارع المظلمة ليلا. طيب نمبر بي، I warned my daughter to walk، يعني أنا حذرت ابنتي أن تمشي، لا معنى كده مش راقب، in dark streets alone في الشوارع المظلمة ليلا، لا رقم بي دي مش سليمة. اللي بعديها بيقول I warned my daughter not to avoid walking in the dark streets alone، يعني أنا حذرت ابنتي ألا تتجنب المشي في المشارع في الشوارع المظلمة وحدها، لا طبعا. نمبر دي I warned my daughter not walking، يعني حذرت ابنتي ألا تمشي في dark streets alone، طبعا يبقى الوحيدة اللي تنفع رقم ايه المعنى كامل فيها. نمبر 5 he is best his son to not to make friends with bad people، يعني حذر ابنه او نصح ابنه الا يصادق الناس السيئون، رقم A spoke، رقم B advised، رقم C warned، رقم D بتشمل الاثنين B و C، طبعا هتشملهم الاثنين يعني ممكن نقول نصح ولده الا يصادق او حذر ولده الا يصادق. نمبر 6 mom warned me، يعني امي حذرتني play with matches، ها نلعب بالكبريت ولا الا العب بالكبريت؟ اكيد لألا العب بالكبريت، يبقى not to ولا don't ولا to not ولا did، طبعا تبقى ايه not to اللي رقم ايه. نمبر 7 I space them to turn the music down it was trying I was as I was trying to sleep، يعني يا جماعه بنقول ايه، انا قلت لهم يخفضوا الصوت شويه لان انا كنت بحاول ان انام، said ولا told ولا made ولا ordered to، لا 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 مش اسمه ordered to خالص، مش كده يعني الافعال تكون في الجمله الامريه بعد ما تحولهم ما ينفعش تحط بعدين تو اساسا، يبقى اذا الوحيده اللي تنفع هي كلمه ايه told اللي رقم بي. نمبر 8 the assistant told me، يعني المساعده قالت لي ايه بقى، for the shirt over there، يعني ان انا ندفع للقميص هناك، whether to pay ولا to pay ولا if he pay ولا to have paid، لا طبعا هتبقى يا جماعه بنربط بايه؟ بتو زائد المصدر يبقى تو باي الى رقم بي. نمبر 9 ذا تيشر تولد اس تو دو اكسرسايز نمبر 4، يعني المدرس قال لنا نعمل التمرين نمبر 4. ذيس شوز، يعني ده بيبين ايه يا جماعه؟ اوردر يعني امر ولا ريكويست طلب ولا بوزيتيف ادفايس نصيحه ايجابيه ولا نيجاتيف ادفايس نصيحه سلبيه؟ لا طبعا ده ايه يا جماعه؟ ده اوردر امر والمدرس هتحل عليك. نمبر 10 my father encouraged me، يعني والدي شجعني accept that bad offer، طيب accept يعني يقبل وbad offer يعني عرض سيء، هو ابوك هيشجعك انك تقبل ولا ما تقبلش العرض السيء؟ لا طبعا ما تقبلش، يبقى whether ولا ذات ولا تو ولا not to، لا طبعا تبقى not to دي رقم دي. لما تيجي انت انا عايزك تفرق ما بين كلمه should زائد المصدر وشود هاف وتصريف ثالث الفعل، فيبقى لازم نجيب لك اصل الدرس. اصل الدرس ايه؟ نمبر 1 هنتكلم عليه حاجه اسمها جيفنج ادفايس، يعني اعطاء الايه؟ اعطاء النصيحه. انا لما بيجي ننصح حد بنستخدم كلمه شود اللي هي بتساوي كلمه اوت تو، وكلمه شود او اوت تو الاثنين بيجي بعدهم الفعل في المصدر، وعكس كلمه شود شودنت، وعكس اوت تو اوتنت تو. طب بنستخدمها في ايه ديت؟ قال لك اول حاجه بنستخدمها في النصيحه، النصيحه فين؟ في الحاضر والمستقبل، يبقى خلي بالك النصيحه بتاعت شود دي بتتعلق بالحاضر والمستقبل، يعني مثلا على سبيل المثال لما اقول لك يو شود سبيس استادي بلان، هل هي ميك ولا ميكس ولا ميكينج ولا تو ميك؟ لا طبعا ميك، لان شود بيجي بعدها الفعل في المصدر، والنصيحه دي بتتعلق بالحاضر والمستقبل، يعني حضرتك هتعمل خطه مذاكره دلوقتي وفين؟ وفي اللي قادم ان شاء الله في المستقبل. رقم 2 من استخدامات شود عمل الاقتراح، فمثلا بنقول لك ايه؟ بنقول لك يو شود تراي، يعني يجب عليك ان تحاول going on holiday it will refresh you، يعني اعمل لك عمليه انعاش تعبان. يو شود جو اون هوليداي، يو شود تراي going on holiday، انك انت تعمل ايه؟ تعمل رحله. برضه بنستخدم شود ديت عند ابداء الراي، ان بنعبر عن الراي الاوبينيون بتاعي، برضه بنستخدم في شود. مثلا نقول لك يو شود دو مور ريفيجن، يعني عليك ان تعمل مزيد من المراجعه. ات ويل امبروف يور اندرستاندينج، يعني سوف تحسن من مستوى الفهم بتاعك. الاستخدام الرابع من استخدامات شود حاجه اسمها ريكومنديشن، يعني التوصيه. وقت حضرتك لما تيجي توصي واحد بحاجه معينه، يعني مثلا واحد يقول له ايه؟ You should study your English from المعاصر. It's a good book. يعني كده أنا بنعمل عملية توصية وتزكية لكتاب المعاصر عشان حضرتك تذاكر إيه؟ تذاكر منه.
طب تعالي كده يا حبايبي نشوفوا بقى بعض التمرينات على giving advice. Number one, he shouldn't on that wall. It is not safe. مش احنا قلنا ان كلمة shouldn't دي بيجي بعدها الفعل فين؟ الله يكرمك في المصدر. يبقى لما اقول to sit ولا sit ولا sat ولا sits، لا انا بناخد المصدر من دون اي حاجة. يبقى ناخد رقم B to sit. Number two, use base play tennis. That's my suggestion. Must. Number B mustn't. Number C should. Number D need. طبعا يا جماعة احنا قلنا من استخدامات should الايه الاقتراح، يبقى هناخد ايه رقم C اللي هي should. Number 3, I think his base pay for half of the goods. يعني نصف البضائع. That's just an opinion. يعني ده مجرد ايه رأي. فقال لي رقم A ought to، رقم B has to، رقم C should، الأخيرة بتشمل A و C. مش احنا قلنا من استخدامات should اللي هي بتساوي ought to انها تستخدم في إبداء الرأي، يبقى إذا يا جماعة ناخد رقم D اللي هي A اللي بتشمل الاثنين اللي بتشمل A و C. Number 4, I don't know which sport to choose. يعني لا أعرف أي رياضة أختارها. فراح مقترح عليه B، قال له use base try playing tennis. It's a great game. رقم A shouldn't، رقم B should be، رقم C couldn't، رقم D should. لا طبعا ناخد should لان كلمة should تستخدم في ايه؟ في الاقتراح. Number 5, I think health care، الرعاية الصحية، free for everyone. يعني بنبدي رأي بنقول ان الرعاية الصحية يجب ان تكون مجانية لكل شخص. Number A should، رقم B should be، رقم C should have، رقم دي should انتهاف. طبعا هتبقى الإجابة should be اللي يجب أن تكون اللي رقم بي. Number 6, with base run out of oil in the next 20 years. يعني إحنا من المحتمل أن ينفذ من عندنا البترول في خلال 20 سنة. هل هي could ولا able to ولا ability ولا unable؟ طبعا الجزئية ده والجملة ده خاصة بالجزئية بتاعت probability، وبالتالي هناخد كلمة could لأن كلمة could بتعبر عن احتمال حدوث الشيء في الحاضر او المستقبل. طيب طالب مميز بيسالني بيقول لي يا مستر احنا بنشوفه كلمه شودن وبنشوفه كلمه ماسنت وبنعرفه ان كلمه شودن دي بتستخدم لاعطاء النصيحه بس بالنفي، وماسنت برضه بتستخدم لاعطاء النصيحه بس بالنفي. بيقول لي طب والفرق بينهم ايه؟ هنقول لك ان شودن بيقولها لك شخص لا يملك عليك سلطه زي صديقك، اما كلمه ماسن دي شخص بيقولها لك عليه عليك سلطه زي رئيس العمل. يعني شوف المثالين دول كده بعد اذن حضرتك، بيقول لك يوز بيس ليف ذا اوفيس ويزاوت ماي بيرميشن سيد ماي كوليج. هنا بيقول لك ايه؟ لا يجب انك تترك المكتب بدون اذني قال صديقي. يبقى شودنت ولا ماسنت ولا اوتنت ولا نيدنت؟ لا طالما صديقي يبقى شودنت. الثانيه يوز بيس ليف ذا اوفيس ويزاوت ماي بيرميشن سيد ذا مانجر، المدير اللي بيقول هنا بقى، يبقى شودنت ولا ماسنت ولا اوتنت ولا نيدنت؟ لا طالما المدير يبقى هيكون ايه؟ هيكون ماسنت. واحد يسالني سؤال تاني يقول لي يا مستر في ساعات بنلاقي كلمه شود او شودنت بيجي بعدها بي والفعل مضاف له اي ان جي، نقول له ايوه في كده صح، ودي استخداماتها ايه؟ قال لك دي بتعبر عن الحاضر. يعني ايه بتعبر عن الحاضر؟ يعني بتعبر عن فعل بيحدث الان، يعني في استمرار. يعني مثلا كلمه ناو ات ذا مومنت، فعل يحدث في نفس وقت فعل. طب تعالى اديك امثله عليها كده. بص كده بيقول لك ايه؟ احمد شود بي ريفايزنج فور ذا فاينل اكزام ناو. احمد يجب انه يكون براجع للامتحان النهائي الان. مثال ثاني، يو شود بي سبيس فور ذا جيستس وين زي اراي. يو شود بي سبيس مكان فاضي فور ذا جيستس الضيوف وين زي الرايف يعني عندما يصلون. ويت ويتد ويتنج تو ويت عندما يصلون ده فعل، يبقى نختار فعل في وقت فعل يبقى فيه استمرار وبالتالي هناخد ويتنج should be waiting. اللي بعد كده I don't know what are you doing here. انا لا اعرف ماذا تفعل هنا. You should space the emails in your office at the moment. بص at this moment، حط لي خط كده تحت at this moment كده وانت بتذاكر معايا كده. كلمه at this moment دي بتدل على الاستمرار اهو. يعني بيقول لك انت المفروض دلوقتي بتطبع الايميلات be type ولا be typing ولا have typed ولا to type. طبعا هتبقى be typing. تعالوا بقى يا حبايبي نخش على حته ثانيه مهمه جدا اللي هي حاجه اسمها ايه؟ regret او blaming اللي هو اللوم. ومبدئيا كده
كده تبقى عارف ان اللوم والندم شيء بيتعلق بالماضي، يبقى عشان تفرق من دلوقتي ما بين النصيحه التي تتعلق بالحاضر والمستقبل واللوم والندم الذي يتعلق بالماضي، عشان تبقى انت عارف كده. وتعالى نعرفك الطرق المختلفه اللي انا بعبر بيها عن الندم. اشهر الطرق على الاطلاق شود هاف والتصريف الثالث للفعل، اللي هي بتساوي اوت تو هاف والتصريف الثالث للفعل. وشود هاف بلس بي بي او اوت تو هاف والتصريف الثالث للفعل معناها كان يجب ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. عكسها بقى shouldn't have plus bb oughtn't to have plus bb، كان لا يجب ان يفعل الشيء ولكنه فعله. بدي الطريقه نمبر 1. الطريقه نمبر 2 يا جماعه اننا نجيب اف في الحاله الثالثه، يعني اف يليها ماضي تام اللي هو هاد وتصريف ثالث الفعل، وجواب الشرط يبقى would او could او might هاف وتصريف ثالث الفعل. الطريقه الثالثه اننا نجيب كلمه regret، regret معناها يندم، ويجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي. والطريقه الرابعه اننا نجيب فاعل وش وبعدين فاعل وبعدين ماضي تام، فاعل وش وبعدين فاعل وبعدين ماضي تام. تعال نقولهم لك الاربعه ثاني كده طرق التعبير عن الندم. قلنا يا جماعه ايه، رقم واحد should have plus bb اللي هي بتساوي ought to have plus bb، ودي عكسها shouldn't have plus bb اللي هي بتساوي oughtn't to have plus bb. الطريقه الثانيه قلت لكم قاعده اف في الحاله الثالثه يجي بعدها ماضي تام وجواب الشرط يبقى would او could او might have والتصريف الثالث الفعل. الطريقه الثالثه قلت لحضرتك ان انا بنجيب الفعل regret ونجيب بعديه الفعل في ing، يعني انا ندمان على الحاجه الفلانيه. الطريقه الرابعه بنجيب فاعل وش فاعل، لان وش مش بعدها فاعل وقبلها فاعل، وبعدين ماضي تام يعني هاد والتصريف الثالث للايه للفعل. طيب تعالوا نشوفوا امثله كده على البليم وعلى الريجريت، يعني عن الندم تمام او اللوم. بيقول نمبر 1 يوز بيس يور سيلف يسترداي ات واز ذا رايت ثينج تو دو، يعني كان هو الشيء المناسب الذي يجب ان تفعله او كان يجب ان تفعله، بات يو ديدنت دو ات ولكنك لم تفعل ذلك. وزي ما قلت لكم ان اللوم او العتاب يتعلق في الماضي، يعني هو عايز يقول ايه يا جماعه؟ بيقول كان يجب ان تحترم نفسك. طب كود بيهيف، لا احنا دي ما تنفعش. shouldn't behave ما تنفعش. ought to have behaved ايوه هي دي، يعني كان يجب ان تفعل الشيء ولكنك ايه لم تفعله. نمبر 2 I wasted the time doing nothing at the airport، يعني انا اهدرت الوقت لا افعل شيئا في المطار. I spaced a book to read، يعني كان يجب ان احضر كتابا اقراه. عايز اقول كده هل shouldn't have brought ولا could bring ولا should have brought ولا should bring؟ كان يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى رقم B should have brought. Number 3 use base boat and new camera it wasn't necessary I could have lent you mine، يعني بيقول إيه يا جماعة؟ بيقول يعني ما كانش يجب أنك تشتري كاميرا جديدة، لم يكن ضروريا، أنا كنت من الممكن أن أعيرك كاميرتي. يبقى ما كانش يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، ولكنه فعله سوري. نمبر A should have، نمبر B could have، رقم C shouldn't have، رقم D must have. لا طبعا هتبقى الإجابة shouldn't have اللي رقم C. نمبر 4 I spaced my car in no parking area I had to pay a fine، يعني عايز يقول كان لا يجب أن أوقف سيارتي في منطقة ممنوع الوقوف فيها، اضطررت أن أدفع غرامة. طيب يبقى كان لا يجب ان يفعل الشيء ولكنه فعله، هل هي رقم A shouldn't have parked ولا رقم B couldn't have parked ولا رقم C couldn't park ولا رقم D shouldn't park؟ طبعا الاجابه هتبقى رقم A shouldn't have parked. نمبر 5 I missed the first lecture، يعني فاتتني المحاضره الاولى. I spaced up late last night، عايز نقول كان لا يجب ان انا اسهر متاخرا الليله الماضيه، هل رقم A should have stayed ولا رقم B could have stayed ولا رقم C shouldn't have stayed ولا رقم D needn't stay؟ طبعا الاجابه هتبقى رقم C اللي هي shouldn't have stayed. نمبر 6 use base punished her she didn't deserve it، عايز يقول كان لا يجب ان تعاقبها، إنها لا تستحق هذا، هل رقم A needn't have ورقم B couldn't have ورقم C oughtn't to have ورقم D mustn't have؟ طبعا الإجابة كان لا يجب أن يفعل الشيء ولكنه فعله، oughtn't to have اللي رقم C. Number 7 he was thirsty، thirsty يعني عطشان،
during the trip يعني أثناء النزهة أو الرحلة he sprays more water يعني كان يجب أن يحضر مزيدا من الماء. هل should bring ولا ought to bring رقم B ولا رقم C ought to have brought ولا رقم D shouldn't have brought؟ يبقى كان يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، هتبقى رقم C لا ought to have brought. Number 8 I space earlier to catch the train I will take the next one. الجملة بتقول إيه يا جماعة؟ كان يجب أن أغادر أكثر تبكيرا لكي ألحق بالقطار، علي أن أخذ واحد آخر. رقم A ought to leave، رقم B should have left، رقم C oughtn't to leave، رقم D shouldn't have left. يبقى الإجابة هتبقى رقم B should have left. Number 9 I space him he was angry and I am sorry. يعني بيقول يا جماعة كان لا يجب أن أهينه، إنه غاضب وأنا أشعر بالأسى. يبقى كان لا يجب أن يفعل الشيء ولكنه فعله، هناخد رقم A shouldn't have insulted ولا رقم B should insult ولا رقم C should have insulted ولا ought to insult. قلنا كان لا يجب أن يفعل الشيء ولكنه فعله، هناخد shouldn't have والتصريف الثالث الفعل، وبالتالي نعلم على رقم A. Number 10 she spaced her friend's secrets she was dishonest. يعني الجملة عايزة تقول لك إيه؟ كان لا يجب أن تكشف أسرار أصدقائها إنها لم تكن إيه أمينة. رقم A oughtn't to have revealed، رقم B ought to reveal، رقم C should have revealed، رقم D should reveal. لا طبعا الإجابة هتبقى رقم A oughtn't to have revealed، لو كان لا يجب أن يفعل الشيء ولكنه إيه فعله. Number 11 أحمد shouldn't have repeated that mistake. أحمد كان لا يجب أن يعيد هذا الخطأ. فهمنا من كده إيه يا جماعة؟ إن أحمد بالفعل ارتكب هذا الخطأ. This means that he is best it. طبعاً إيه؟ هنعلم على رقم A repeated يعني كرر هذا الإيه؟ هذا الخطأ. 12 he is best the car with petrol before he set off. معنى الكلام إيه؟ كان يجب إنه يملأ السيارة بالبترول قبل ما يبدأ الرحلة. الرقم A must fill، رقم B shouldn't have filled، رقم C ought to have filled، رقم D should fill. طبعا الإجابة هتبقى رقم C ought to have filled. 13 if I had gone with my friends to the Red Sea، لو أنا كنت ذهبت مع أصدقائي إلى البحر الأحمر. I space scuba diving lessons must have taken رقم A ولا can't have taken، رقم B، رقم C could take، رقم D could have taken. بص يا حبيبي دي حالة إف في الحالة الثالثة، والحالة إف في الحالة الثالثة فعل الشرط بيبقى ماضي تام. يا ريت تحط لي خط تحت had gone، وجواب الشرط بيبقى could أو might أو would have والتصريف الثالث الفعل، وبالتالي الإجابة هتبقى رقم D could have taken. 14 I shouldn't have disturbed my brother، I shouldn't have disturbed my brother يعني كان لا يجب علي أن أزعج أخي. ده معناه إيه؟ This means that I space that I annoyed him hoped to do ولا regret to do ولا regret doing ولا was pleased to do. طبعا أشعر بالندم والأسى أن أنا عملت ذلك، يبقى regret doing اللي رقم A اللي رقم B. طب تعالى يا حبايبي كده ننجله على حتة مهمة جدا اللي هي الإيه بقى؟ probability أو possibility. يعني إيه؟ يعني الاحتمالية. أنا دلوقتي عايز نقول إن الحدث دوت محتمل الحدوث. يعني إيه؟ يعني عندي شك، يعني I am not sure مش متأكد، أو I am not certain يعني برضو مش متأكد، أو perhaps يعني ربما، أو possible يعني من المحتمل، أو likely أو who know من يعرف. فلما نيجي نعبر عن الفعل محتمل الحدوث بنستخدم كلمة may أو might أو could زائد المصدر لاحتمال حدوث الفعل في الحاضر والمستقبل. خلي بالك من الكلام كويس يا مستر، انت بتقول مايت. ايوه بقول مايت، وبنقول كود، بنقول ان ماي ومايت وكود بيستخدموا للتعبير عن احتمال حدوث الشيء في الحاضر والايه والمستقبل. شوف كده المثال ده بقول ايه. وي جو تو الازهر بارك تومورو، وي سبيس جو تو الازهر بارك تومورو، وي هافنت ديسايدد ييت ولم نقرر بعد. وبعدين مدينا في الاختيارات مايت ولا هاف تو ولا شود
ولا ماس؟ طبعا عشان خاطر قال لم نقرر بعد، يبقى هنا في احتمال، يبقى نستخدم كلمه ماي. واحد بيسالني سؤال بيقول لي هو الفرق بين مي وماي؟ بسيط جدا، كلمه مي احتمال اقوى من ماي، بس مي الاحتمال بتاعها اقوى من ايه؟ من ماي. يعني مثلا لما نقول اي مي جو شوبينج او اي مايت جو شوبينج، ايهما اقوى في المعنى؟ لا، هنقول له اي مي جو ايه؟ جو شوبينج. طب بنستخدمهم في ايه؟ قال لك اول حاجه بنستخدمهم في الطلب، كلمه مي او ماي او كود دهم بتستخدمهم في يا جماعه في الريكويست في الطلب. فمثلا نقول مي اي ميك ا كومنت سير، انا ممكن اعمل تعليق يا سيدي، او مايت اي جو اوت فور ا مينيت بليز، يعني هل تسمح لي بالخروج دقيقه من فضلك. كذلك يا شباب بنستخدمهم في حاجه اسمها جيفنج بيرميشن، اللي هو اعطاء الاذن. مثلا نقول لك يو مي ليف ايرلي فادي، او مثلا نقول ساره مايت هاف ان اور بريك. كذلك يا جماعه في ميكينج سجيشن، يعني في عمل الايه؟ في عمل الاقتراح. بنقول لك يو مايت بريفير تو هاف ا لوك ات اور مينيو، يعني بنقترح عليك ان تلقي نظرة فين؟ في قائمة الطعام بتاعتنا. واحد بيقول لي انا عايزني في كلمة مي، ينفها ازاي؟ نقول له تحط لها نوت. نقول مي نوت. طب تختصر؟ لا ما تختصرش. طب كلمة مايت نحط لها نوت، ممكن نختصرها نقول مايتن، يعني تمشي. فمثلا نقول يا جماعة هيدت مي نوت بي ذا ريزون why he didn't go out with his friends، يعني الصداع ربما ما يكونش هو السبب انه لم يجعله يخرج مع ايه؟ مع اصدقائه. طيب واحد بيسالني سؤال فبيقول لي هو ينفع كلمه كود ديت مثلا جيب بعدها بي والفعل في ان جي؟ نقول له ينفع، بس بتعبر عن الاستمرار. يعني ايه الاستمرار؟ يعني فعل بيحدث الان اثناء الكلام، او فعل بيحدث اثناء فعل تاني. فمثلا لما نقول I don't know what Aya is doing now، يعني لا اعرف ماذا تفعل آية الان، فنقول له she could be watching TV. she could be watching TV يعني بتشاهد التلفزيون دلوقتي. طب شفنا حاجه كمان، شفنا ان may او might او could بيجي بعدهم have والتصريف الثالث الفعل، دول معناهم ايه بقى؟ دول احتمال حدوث الشيء في الماضي. ركز بقى الله يكرمك، ما انا قلت لك ان may و might و could لما يجي بعديهم الفعل في المصدر ده احتمال حدوث الشيء في الحاضر والمستقبل. طب انا عايز نتكلم عن احتمال في الماضي، دايما في الماضي تجيب بعد الفعل الناقص have والتصريف الثالث الفعل. ثاني، دايما في الماضي نجيب بعد الفعل الناقص have والتصريف الثالث الفعل. ثالث، دايما في الماضي نجيب بعد الفعل الناقص هاف والتصريف الثالث الايه؟ للفعل. طيب هي كلمه كود هاف بلس بي بي ديت معناها ايه؟ قالك لها معنى ايه؟ احتمال حدوث الشيء في الماضي، ده بيبقى احتمال ضعيف. يعني مثلا على سبيل المثال ندى كود هاف جون تو بيد، يعني ندى احتمال انها تكون ذهبت الى الفراش، اي ام نوت شور. والمعنى الثاني تستخدم للتعبير عن عدم قيام الفاعل بشيء على الرغم من قدرته انه كان يفعل، يعني كان باستطاعته ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعل. تاني، كان باستطاعته انه يعمل هذا الشيء ولم يقوم به. فمثلا نقول مستر حسام كود هاف ترافلد باي ترين، يعني كان باستطاعته انه يسافر بالقطار، بات هي بريفيرد تو تيك ذا باص، ولكنه فضل ان ياخذ الاتوبيس. يبقى لما واحد يقول لي كود هاف بلس بي بي دي معناه ايه؟ هنقول له لها معنيين، معناه احتمال حدوث الشيء في الماضي، وده احتمال ضعيف اي ام نوت شور، يعني لسه متاكد. ولها معنى تاني ان الفاعل كان باستطاعه ان يقوم بهذا الشيء ولكنه لم يفعله، ولكنه لم يفعله. طيب احيانا كود هاف ده هي الضلال بطريقه تانية، يقول هالي كود انتهاف والتصريف الثالث الفعل. كود انتهاف والتصريف الثالث الفعل ديت معناها استحاله حدوث الشيء في الماضي. تاني، كود انتهاف بلس بي بي اللي هي بتساوي كانت هاف بلس بي بي معناها استحاله حدوث الشيء في الماضي. تالت اهو بنقول لك كود انتهاف بلس بي بي بتساوي كانت هاف بلس بي بي معناها استحاله حدوث الشيء في الماضي. بص المثال ده اهو، بيقول I saw Ali at the office last night، يعني أنا شفت علي في المكتب بتاعه الليلة الماضية. His best to London yesterday. Could have traveled ولا couldn't have traveled؟ لا طبعا couldn't have traveled، لأنها بتعبر عن استحالة حدوث الشيء فين؟ في الماضي. طب تعالوا كده يا حبيبي كده نشوف أمثلة على البوسيبيليتي أو البروبابيليتي. بيقول في نمبر 1 يا جماعة I space visit you next week. I haven't decided yet. يعني أنا من المحتمل أزورك الأسبوع القادم. أنا لم أقرر بعد. أنا ما غلط لقيت لم أقرر بعد. أو perhaps. أو لقيت possible. أو لقيت كلمة likely. أو لقيت مثلا I don't know. أو لقيت I don't think so. كل الحاجات دي تخليك تاخد مين؟ الله ينور عليك، ناخد might اللي رقم إيه؟ اللي أول اختيار عندنا. Number two, you can talk to the teacher in 10 minutes. يعني تستطيع أن تتحدث للمعلم في خلال 10 دقائق. Can he refers to، يعني كان هنا بتشير لإيه؟ Permission
ولا بروبيشن ولا ادفايز ولا بروبابيليتي؟ لا طبعا بروبابيليتي يعني الايه؟ الاحتمال. نمبر 3، نانسي از فيري ليت، يعني نانسي متاخره جدا. شي از بيز ذا ترين، يعني هي في احتمال ان يكون فاتها القطار. طيب مي هاف ميزد، مي هاف ميزد، ولا مي مس، ولا هاد تو مس، ولا شود هاف ميزد؟ نانسي متاخره، يبقى هي احتمال ان يكون فاتها في الماضي اللي هو الايه؟ القطار. واحنا اتفقنا يا جماعه ان انا لما بنحط اي فعل ناقص في الماضي بنجيب بعديه ايه؟ الله ينور عليك، هاف والتصريف الثالث الفاعل، يبقى مي هاف ميزد. نمبر 4، وي سبيس سي هيم تو مور، يعني احنا احتمال نشوفه بغدا. وود لا، مايت هاد تو اوت لا، طبعا هتبقى مايت لان احتمال حدوث الشيء في الحاضر والمستقبل. نستخدم كلمه مي او مايت او كود زائد الايه؟ زائد المصدر. نمبر 5، اي سبيس اندرستاند ذا رول، يعني عايز اقول انا لا استطيع ان افهم القاعده. اندرستاند يعني يفهم، وذا رول يعني القاعده. سبيس اي تيك ذا اكزامينيشن انذر تايم، يعني هل ممكن ان انا اخذ الامتحان في وقت لاحق؟ فرقم بي قال له يس اوف كورس، طبعا يا جماعه يبقى الاجابه الثانيه اللي هي كانت وماي، لان كلمه ماي من استخداماتها في الطلب. نمبر 6، وي didnt go out last night، يعني نحن لم نخرج بالامس. وي سبيس تو ذا سينما بات وي ديسايدد تو ستي ات هوم، وعايز اقول لنا ايه يا جماعه؟ عايز يقول لنا كان باستطاعتي ان اذهب الى السينما ولكننا قررنا البقاء في البيت. needn't go must have gone should go could have gone، احنا قلنا يا جماعه كان باستطاعته ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، بنستخدم ربنا يفتح عليه could have وتصرف ثلاث الفعل، يبقى هنعلم على could have gone. نمبر 7، I have another cup of coffee، فبيقول له no you mustn't you are suffering from high blood pressure، يعني بيقول له يا جماعه، بيقول له هل يمكن ان اخذ كوبا اخر من القهوه؟ قال له لا، ده انت بتعاني من ضغط الدم المرتفع. نيد ولا وود ولا مي ولا ماست، مين في دولة اللي بتستخدم في الطلب؟ ربنا يفتح عليك مي، صح، ربنا يبارك فيه. نمبر 8، عاد السبيس ان ذا هاوس ناو سينكس ماي ماذر، هات تو ولا مايت بي ولا ويل بي ولا بي، يعني بيقول ان عادل في البيت الان امي تعتقد ذلك، معنى انها تعتقد ايه؟ يعني مش متاكده، يبقى مايت بي، لان اللي بيستخدم للتعبير عن احتمال حدوث الشيء هي كلمه ايه؟ مايت او ماي او كود، طبعا موجود هنا كلمه ايه؟ مايت. نمبر 9، سبيس اي سموك هير نو يو سبيس، هو بيقول له هل تسمح لي بالتدخين هنا؟ لا ما ينفعش. هل يا جماعه ماي ومصن ولا كانوا ماي ولا ماي ونيد ولا كانوا نيدنت؟ لا طبعا هتبقى ماي ومصن، يعني ما ينفعش انك انت تدخن هنا. تعالوا نشوفوا حته كمان يا جماعه في الوحده دي، حاجه اسمها ability يعني القدره، والقدره دي يا جماعه في المضارع وفيها في المستقبل وطبيعي فيها في الماضي. ففي المضارع بنستخدم كلمه كان زائد المصدر يعني يستطيع، يعني مثلا نقول احمد كان سبيك انجلش، يعني احمد يستطيع ان يتحدث اللغه الانجليزيه. او نستخدم يا جماعه ام او اس او ار ايبل تو زائد المصدر، او ام او اس او ار كيبل اوف فيرب بلس اي ان جي، او هاف او هاز ability تو زائد المصدر او اوف فيرب بلس اي ان جي. طيب يعني مثلا على سبيل المثال نقول صلاح از ايبل تو، يعني قادر على ميك ديفرنس، يعمل اختلاف ان تو مورس ماتش، يعني في مباراه الغد. طب انا عايز ننفي كان، احط لها نقطه تبقى كانت، احمد كانت سبيك فرنش. طب عايز ننفي ام او از او ار ايبل تو، احط لهم نقطه، هنقول ام او از او ار نوت ايبل تو، صلاح ازنت ايبل تو بلاي تو مورس ماتش. او ممكن يا جماعه كلمه ايبل نحط لها ان، نقول ان ايبل، ام او از او ار ان ايبل تو زائد المصدر، صلاح is unable to play tomorrow's match، يعني مباراة ايه؟ مباراة غد. لما مثلا يا جماعة she is based، مثلا ده هو she is based the piano، she has never studied it، عمره ما درست، isn't able to ولا can ولا didn't manage to ولا didn't succeed in. طب نشوف الability بقى يا جماعة بس في الباست، وهنا عايزك تركز معايا اول الله يكرمك. في الباست هنستخدم كلمة could زائد المصدر، وديت بتستخدم مع الامور العادية، يعني مثلا نقول ايه؟ امير could fix his bike، ده ممكن يكون امر عادي. نقول علي could walk، يعني استطاع ان يمشي when he was two، عندما كان عمره سنتين. لكن عندنا بقى كلمه تعبير
الثاني اللي هو was or were able to. was or were able to أو managed to زاد المصدر أو succeeded in بيجي بعدها الفيرب في ing بتستخدم مع الأمور التي تتطلب مهارة في الأداء زي الحرائق وزي الامتحانات. يا جماعة لو الحاجة فيها مهارة الحاجة لو فيها تفكير هتستخدم فيها was or were able to أو managed to أو succeeded in. لكن لو كان أمرا عاديا في الماضي بتستخدم فيه كلمة could. تعال نديك example كده. بيقول إيه شباب؟ بيقول the car was hopeless case. the car was hopeless case يعني حالة ميؤوس منها. but the mechanic is base fix it. هل هنا هنقول couldn't ولا هنقول managed to؟ طبعا هنقول managed to لأنه هو أصله بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن العربية was a hopeless case يعني حالة ميؤوس إيه؟ ميؤوس منها. يبقى طالما هنا يبقى هتحتاج تفكير هتحتاج مجهود يبقى نستخدم إيه؟ زي ما قلت لكم يا was or were able to يا managed to يا succeeded in. بس ما تنساش الله يكرمك إن succeeded in بالذات بيجي بعد الفعل في ing. طب انا عايز نقول ability في future في المستقبل سهله هتقول will او shall be able to وعكسها won't او shall be able to تعبير عن القدره في المستقبل. عايزك تعرف ان كلمه can ديت لها شويه استخدامات كده تبقى عارف سواء كان او could. اول حاجه اعطاء الاذن او عدم السماح بالقيام بالشيء يعني مثلا نقول لك you can leave early فادي اديتك الاذن او نقول لك you can't leave early فادي هنا منع. رقم 2 الطلب اللي هو request نقول لك could you help me understand the lesson mom هل ممكن تساعديني نفهم الدرس يا ماما او تقديم الاقتراح لما نقول لك you can او could ask your teacher for help وعد عنده مشكلة ممكن تقول الدروب ردك عليك وقال كده قالت له اسأل المدرس بتاعك من اجل الايه من اجل المساعدة. طيب تعالوا يا حبايبي بعد كده ما درسنا الابيليتي تعالوا نشوفوا امثلة عليها. نمبر 1 بيقول lions is base climb trees but they can't fly يعني عايز يقول ان الاسود تستطيع تسلق الاشجار ولكنها لا تستطيع الطيران. يبقى هنقول ايه كان اللي هي اول اجابه ولا كانت ولا ايبل تو ولا كيبل اوف. لا طبعا كان يعني يستطيع. نمبر 2 ويلز كان سويم يعني الحيتان تستطيع ان تعوم بوت زي سبيس ووك ولكنها لا تستطيع المشي. يبقى كانت اللي هي الايه الاجابه الثالثه. نمبر 3 بيردز سبيس تو فلاي بوت زي ارنت كيبل اوف توكن يعني الطيور على تستطيع الطيران ولكنها غير قادره على التحدث. يبقى ار ايبل تو اللي هي الاجابه الثانيه. نمبر 4 الايفنتس هاف ذا سبيس تو رن يعني انا عايز نقول ان الفيله لديها القدره ان تجري بات زي كانت فلاي يعني لا تستطيع ان تطير. يبقى ابيليتي اللي هي الايه ولا بوسيبل ولا ايبل ولا كان. لا طبعا ابيليتي اللي هي الاجابه الاولانيه خالص. نمبر 5 سنيكس كان موف اون ذا جراس بات زي سبيس سبيك انجلش يعني الثعابين تستطيع الحركة على الحشيش ولكنها لا تستطيع تحدث اللغة الإنجليزية. يبقى كانت ولا كودنت ولا ورنت ايبل تو ولا كود لا تستطيع. يبقى كانت للإجابة الأولى. نمبر 6 by the age of 9 I could swim 100 meters يعني وأنا عمري 9 سنوات كان باستطاعتي عوم 100 متر وبط I space go swimming on my own ولكني لم أستطع السباحة بمفردي. هل هي couldn't ولا can't ولا be able to ولا can؟ طبعا بنتكلم عن الماضي يبقى couldn't الإجابة الأولى. Number 7 It's possible for me إنه ممكن لي very well without glasses to see ولا be seen ولا to be seen ولا seen. طبعا يا جماعة بتطبيق القاعدة اللي it's صفة for مفعول يبقى to زاد المصدر يبقى هناخد رأي لو to see للأولى. تاني حاضر it's صفة for مفعول تو زاد الـ A تو زاد المصدر. نمبر 8 In my country you space go public roads until you are 18 even if you can drive يعني في بلدي لا تستطيع أن تستخدم الطرق العامة حتى يكون عمرك 18 سنة حتى لو أنت كنت تستطيع القيادة. هل هي can't ولا isn't able to ولا isn't capable of ولا enable to؟ طبعا تبقى can't اللي رقم A لو أنها خالص. Number 9 you will be space borrow my car tomorrow as long as you drive carefully يعني سيكون بمقدورك ان تستعير سيارتي غدا طالما انك تستطيع القياده بحرص. يبقى able to لاول واحده. Number 10 100 years ago منذ 100 عام many people space read or write able to ولا couldn't ولا could ولا can. من 100 سنة كان كثيرا من الناس لا يستطيعون القراءة أو الكتابة. يبقى couldn't اللي هي الإجابة الثانية. Number 11 she has the space to solve the problem
يعني عايزين نقول انها لديها الايه، تمام. هنقول انا necessary، لا. الضروره solve، لا. answer، لا. reply، لا. لكن انا هنقول ايه، اكتبوا الاجابه من عندكم. ability، ability يعني القدره، لديها القدره على حل المشكله. نمبر 12، grandmother is very old، جدتي كبيره في السن. so she is best hear well، يعني لا تستطيع السمع جيدا. هل هي couldn't ولا can't ولا will ولا able to؟ طبعا يا جماعه تبقى ايه، can't، ربنا يفتح عليك. 13، I can usually cope with difficult situations، يعني استطيع عاده التعامل او التسير مع المواقف الصعبه. This sentence، يعني هذه الجمله، is a kind of present ability، يعني قدره في الحاضر. past ability، قدره في الماضي. possibility، اللي هي الاحتماليه. probability، اللي هو الاحتماليه برضه. لا طبعا present ability، يعني قدره في الايه، في الحاضر. 14، when I was 6، يعني عندما كان عمري 6 سنوات. I space ride a bike، يعني كان بمقدوري ان اركب دراجه. but I couldn't swim، ولكني لم اكن استطيع السباحه. كان، can't، should، could، لا طبعا نتكلم على قدره في الماضي فهنعلم على كلمه could. 15، when I was 14، لما كان عندي 14 سنه. I space in crossing the Nile in 10 minutes، يعني كان عندي القدره ان انا اعبر النيل في خلال 10 دقائق. هل يا جماعه was able to ولا managed ولا succeeded ولا could؟ طبعا يا جماعه هناخد ايه، succeeded. ليه؟ عشان قدر succeed هي اللي بيجي بعدها حرف الجر ان وفيرب بلس ان ايه، ing. 16، they traveled to Minya by bus but they space have gone by train، يعني هم سافروا الى المنيا بالاتوبيس ولكن كان باستطاعتهم ان يذهبوا بالقطار. shouldn't، needn't، must، could. لما نقول كان باستطاعته أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، الله يفتح عليك، نستخدم كلمة could، صح؟ could have gone. 17، I spent the weekend at home، يعني قضيت نهاية الأسبوع في البيت. but I space have gone to the country، ولكن كان باستطاعتي أن أذهب إلى الريف. هل هي could ولا must ولا shall ولا can؟ لما نقول كان باستطاعته أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى could have gone. الله يرضى عليك. تعالوا نشوفوا مجموعة تانية كمان جماعة الأسئلة. بيقول ايه، number one، when you are worried، عندما تكون قلق، about thing، it's best to concentrate، يعني من الأفضل أن تركز على. on the things، على الأشياء، you space do، الأشياء اللي ايه، هنقول بالعربي، تستطيع أن تفعلها. would ولا might ولا can؟ ربنا يفتح عليك، كان، تمام. number two، how do you space to work in this heat without air conditioning؟ manage ولا succeed ولا ايه؟ ولو عايز اقول ايه، هيقول كيف تستطيع العمل في مثل هذه الحرارة بدون تكييف هواء. يا جماعة مش عندنا تو، يبقى ناخد ايه، manage تو. وهتقول لي able عايز اقدمها يا ام يا از يا ار، لكن انا مستخدم الفعل دو كفعل مساعد. Number 3، when I was younger، عندما كنت أصغر. I space study up all night and get tired. طيب يا جماعة، could ولا can ولا was ولا managed؟ واحد يقول لي managed، نقول له تاخد صفر مربع يا معلم. ليه؟ لأن manage عايز حرف الجر تو. طب هو بيتكلم على الماضي، يبقى نستخدم could، لأن could بيجي بعد الفعل فين؟ في المصدر. Number 4، I tried to repair my car، يعني حاولت نصلح العربية بتاعتي. but I space so I got a mechanic to check it، ولكني لم استطع وبالتالي جبت ميكانيكي عشان يفحصها. لم استطع، يبقى هنقول ايه، ربنا يفتح عليك، couldn't، اللي هي الاجابه الاخيره. نمبر 5، a small cat had somehow، a small cat had somehow space surviving the fire، يعني استطاعت القطه الصغيره بطريقه ما ان تظل على قيد الحياه في النار، من النار ديت. خلي بالك ان سرفايفنج في ING، مانج تو ولا سكسيد ان ولا واز ايبل ولا كود؟ لا طبعا ناخد سكسيد، عشان سكسيد هي اللي بيجي بعدها حرف الجر ان وبعدين الفيرب بلس ING. حبايبي ربنا يفتح عليكم يا رب ويوفقكم. انا لما جيت اشرح الجزئيه ديت، طبعا الوحده الرابعه، في حتت غموض كده بيعاني منها كتير من طالب الثالثه سنه، وكنت طالب الثانيه سنه، فجبت الدرس من اساسه، قسمت الدرس الى اربع جزئيات.
لإعطاء النصيحة واللوم، أو إذا كانت مثلاً الاحتمالية أو الجزئية بتاعت القدرة أو الحتة بتاعت اللوم، كل دول كحول جزئية لوحديها، وحاولت إن أنا نجيب الدرس من أساسه ونعلي بيه لغاية مستوى تانية ثانوي ثم مستوى ثالثة ثانوي، عشان خاطر حضراتكم تفهموا الدرس كويس. وفقكم الله وأعانكم، وتنسوا بعد ما تذكروا الدرس كويس وعندك الورق إن شاء الله هيبقى في صندوق الوصف، برضو حضرتك ما تنساش إنك تحل كل الأسئلة المتعلقة بالدرس ده في كتابي جيم والمعاصر، إحنا حطينهم لكم، يعني حلل لكم ده الكتاب ده وده، وربنا معكم إن شاء الله.